السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إيه الأخبار؟ أصبحنا بنعيش حالة من الفزع والهلع والصياح والصراخ بعد كل محاولة، يعني السات بقى هادي شوية، الدنيا بقت هادية بسبب الـ من أول ما الديج يعني الديجيتال لسه جديد والدنيا إيه؟ والدنيا لسه ما فيهاش مشاكل. طبعا كلامي على الايه والاكت عدد اللي بيخش قليل جدا، فكلامي النهارده على المحاوله اللي فاتت بتاعه الاي اس تي، والمحاوله اللي قبلها واللي قبل اللي قبلها واللي قبل اللي قبل اللي قبل اللي قبل اللي قبل اللي قبلها، كل محاوله. طيب انا عايز اسال سؤال، هل في محاوله ما سمعتوش فيها صراخ وعويل واتظلمنا واتبهدلنا في حاجه حصلت كده من اول الاي اس تي لغايه دلوقتي؟ ها طب هل ده معقول اصلا؟ طب المشكلة ان انا بقول لك ايه؟ ان انت بتسمع الصراخ ده، وانا على فكرة الصراخ ده انا مقدره، يعني انا مش بتريق عليه او بتاع، انا بس عايز احافظ على نفسية الناس الجديدة او الناس اللي لسه في جريد 10، لما يخش كل الجروبات يلاقيها بتصرخ، كل الناس هيفهم ايه؟ يعني ايه الرسالة اللي هتوصل له؟ رسالة هتوصل له ان الموضوع ده ما بيتحلش، الامتحان ده ما بيتحلش، الامتحان ده مستحيل، مهما بذلت من مجهود مش هوصل لحاجة، خلاص مش هذاكر بقى ولا هعمل، ما هي كده كده ايه كده كده محصلة بعضها. المشكلة ان ده عكس الواقع تماما، يعني انا عندنا طلابي، انا 85% من الطلاب زادوا زيادات، ما بين زيادات كبيرة جدا ما شاء الله، والزيادات الزيادات يعني الحاجه اللي تفرح، يعني نشرناها على الايه، نشرناها او نشرنا جزء منها على الفيسبوك، زيادات متوسطه وزيادات يعني انا ما بعتبرهاش زيادات، اللي هي انا عن نفسي يعني، ما لما طالب يجي يقول لي انا زدت 50 ولا زدت 60 ولا زدت 40 ولا الكلام ده، اقول له يعني ماشي خير قدر الله ما شاء فعل، يعني انا بتعامل مع الموضوع كده، لان انا مش هقعد اطحن شهرين، يعني انا بطحن وابوك بيطحن في فلوس ووالدتك بتطحن في اعصابها، وانت وتيجي تزيد لي تقول لي انا زدت 30 ولا 40 ولا 50 ولا ده، عندي يعني اقل من 100 انا ما I'm not satisfied with it، بعتبرها ان هي زياده ايه؟ زياده تعبان. طب دي مش حالة خاصة بي، يعني أنا على علاقات وطيدة جدا بمدرسين كبار في كل المواد، الحالة دي موجودة عند كل المدرسين المحترمين الكبار اللي أنا إيه اللي أنا أعرفهم، زيادات كبيرة جدا تكاد تكون يعني 80% 85% من الطلاب. طب ليه ما بنسمعش إلا صوت الصراخ والعويل والكلام ده كله؟ لأن الناس اللي بتجيب سكورات عالية، تمام، استعينوا، وانا مش بلوم عليهم، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، تمام، العين حق تدخل الرجل القبر والجمل الايه القدر، ماشي ماشي خلاص. فهو ولا بيقول ولا بيتكلم، ولما بيعدي عليه بوست من بوستات الصريخ ما بيعلقش، هو ده لو هو كويس، لو هو وحش هيقول اه صحيح عندك حق يا اخويا، والله ده احنا اتظلمنا واتبهدلنا ويا ده انا ما، ويضحك في سره لو هو، لكن لو هو كويس هيحمد ربنا وخلاص ملوش دعوه. يبقى اللي بيجيبوا سكورات كويسه ما بيتكلموش، تمام، اللي بيجيبوا سكورات وحشه هم اللي بي ايه هم اللي بيتكلموا. طيب وبرضو على فكرة ولا بلوم على دول ولا بلوم ده على دول يا جماعة، يعني يا ريت الناس ما تفهمنيش غلط، انا الناس التانية دي برضو عايزة ايموشنال سبورت، عايزة تلاقي يعني حد يقف جنبها، عايزة تلاقي حد يقول لها احنا كلنا في الهوا سوا، فهون عليك يا اخي، يعني الامر ايه كده، عايز الاحساس ده عشان ما ينفجرش، فبرضو هيعمل ايه، فبيفرغ الطاقة دي. انا ولا همي دول ولا همي دول، انا همي الناس الغلابه اللي لسه داخلين الموضوع وقاعد يبص ومرعوب، ايه ده ايه ده ايه المهزله دي. طيب انا عندي بقى مشكله كبيره جدا، مشكله يعني بتدمر المنطق، مش بس مش متعارضه مع المنطق، يعني حضرتك دلوقتي طالعه على الجروبات، او حضرتك طالع على الجروبات بكلم اولياء الامور، بتقول ان الامتحان ظالم وان ابني اجتهد وبذل مجهود رهيب وعمل اللي ما يتعملش
والامتحان ده ظالم. طيب كلام جميل، ابنك او بنتك شايف الكلام ده ولا مش شايفه؟ يعني هو معاك على الجروب شايفه، طب عايز حط نفسك مكانه يا اخي، ها تينيجر مراهق هيذاكر ليه؟ طب ما الحجه اتوجدت خلاص. طب انت لنفسك لما يجي هو يهجص وما يذاكرش ويقعد يلعب بلاي ستيشن وفيسبوك طول النهار وتيجي تقول له ذاكر، هيقول لك ايه؟ مش انت اللي قلت ان انا اتظلمت وان الامتحان ظالم والامتحان ما فيهوش فايده وحسبنا الله ونعم الوكيل وقلعت راسي ودعيت عليك ويا مش عارف ايه في ال ها؟ طب خلاص عايز نذاكر ليه؟ مش فاهم، ممكن تفهمني اذاكر ليه؟ ها انتوا يا جماعه يعني عاقلين الكلام اللي انتوا بتعملوه ولا هو انفعالات بس بدون اي مراعاه لمشاعر التينيجر؟ انت فاهم يعني ايه؟ انت كنت تينيجر في وقت من الاوقات، مراهق خلاص. لما يجي هو يستهبل في محاوله واثنين وثلاثه واربعه وما يجيبش سكور وانت تيجي تقول له ايه اللي انت بتعمل؟ انا مالي اجيب لك بوستاتك؟ سيديهاتك عندي يا معلم، بوستاتك اللي انت قايلها بنفسك يا بابا او يا ماما وانت بتصرخ على الجروبات وبتقول امتحان ظالم حسبي الله ونعم الوكيل، الواد يا عيني يا كبدي اتظلم، اذاكر ليه؟ اجيب سكور ليه؟ فهمني. انتوا عاقلين اللي انتوا بتعملوه يا جماعه؟ فاهمين انتوا بتعملوا ايه في ولادكم؟ الله المستعان. طيب سيبك بقى من الكلام ده وخلينا نتكلم في الجد. طيب المفروض نعمل ايه؟ انا عندي مشكلتين، مشكله الطالب اللي هو مستواه ضعيف اصلا، دخل محاوله والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه وداخل على المحاوله 900 وسكوراته في التعبان، سكوراته 800 و900 و1000 ومش عارف ايه والكلام ده كله. وعندي مشكله اخطر من كده، دي اللي هتكلم عليها في الاول. الطالب اللي بيطلع من الامتحان فرحان جدا وبيقول لباباه ومامته ومدرسينه ان انا عملت اللي ما اتعملش والامتحان سهل وانا حليت، يعني اتغديت وحليت وشربت بيبسي، يعني انتوا مش متخيلين يا جماعه، انتوا عارفين ال 800 دي؟ الله، انتوا عارفين لو الامتحان ده يديني اكتر من 800 انا استاهل، والله والله انا استاهل اكتر من 800، بس انا راضي بال 800. ويلاقي نفسه جايب 420. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الزبون مش فاهم الامتحان اصلا، ده امتحان هو داخل حد اقنعه ان ده امتحان انجلش وماث. في ايه يا عم انت مالك، في ايه عيان ولا ايه؟ ما هو امتحان انجلش. لا يا حبيبي انت اللي عيان مش انا، ولا امتحان انجلش ولا امتحان ماث، ده امتحان قدرات ذهنيه اشتغالات. واحد قاعد عامل كده، وضع الامتحان قاعد عامل كده. الزبون ده نشقلطه ازاي؟ نظبطه ازاي؟ نشتغله ازاي؟ نجيبه على وشه ازاي؟ نضربه على قفاه ازاي؟ نلفها له بالطريقه الفلانيه، هو متعود ان مش عارف هاويفر بتيجي في نجيبها له في اخر تمام. هو الولا حافظها كده، مس انشراح في تانيه ابتدائي قالت له يا ابني سيمي كولن هاويفر كما، حافظها كده. تيجي انت تجيبها له كما هاويفر فول ستوب، يقول لك غلط، هي الاجابه الصحيحه هاويفر بنتعامل مع ده. مثال يعني من الامثله، جاست ان اكزامبل. اوكي فحضرتك دلوقتي هو الولد طبق اللي ميس انشراح حفظته له او المدرس الهاك عرفه له. في للاسف الشديد عندنا 90% من المدرسين هاك، يعني ايه؟ لما تشوف كذا اعمل كذا، لما تشوف دي اختار دي، لما تجي لك ديليت اختارها، لما تجي لك مش عارف ايه تبقى هي الصح، لما تشوف الكلمه دخل عمل اللي المدرس قال له عليه بالحرف. كل سنه وانت طيب، انت متوقع كده او كده تجيب سكور ازاي؟ انت مش فاهم طبيعه الامتحان، انت مش فاهم ان الامتحان مليان خدع ومليان اشتغالات. فاهم؟ انت لما حد يجي يقول لك ايه؟ لما حد يجي يقول لك زرافة وفيل وأعزك الله يعني إيه دونكي أو حمار موجودين في أوضة خلاص، والمفتاح مرمي بره الأوضة ومقفول عليهم والمفتاح مرمي بره الأوضة، يعملوا إيه؟ المفتاح وقع بره الأوضة يعملوا إيه؟ وتيجي تقول له هنحط ورقة، نجيب ورقة جورنال ولا ورقة حاجة كده
ونحطها كده من براحة براحة قوي كده، خدت بالك؟ وإيه؟ ولغاية ما تيجي على المفتاح ونقوم شادين المفتاح. أنت فاكر إن أنت أجبت إجابة صحيحة صح؟ وإجابة منطقية صح؟ هيرد عليك يقول لك إيه؟ يقول لك ما هو ده كان رأي الحمار، ها ها ها، ضحك عليك. لما يجي واحد يقول لك واحد في إيده اليمين 4 5 برتقانات وفي إيده الشمال 6 تفاحات، يبقى عنده ايه؟ انت شايف ان هو عنده 10 تن مش عارف ايه، طبقت القواعد 6 زائد 4 يبقى. هو يقول لك لا، he has two big hands، في حد بيشيل 6 تفاحات في ايده؟ يا عبقرينه. فهمت يعني ايه سات؟ فهمت يعني ايه اس تي؟ ارحم نفسك، انت مش فاهم اللي انت داخله، انت داخل سيستم انت مش فاهمه. فعشان كده انت بتقول ان انت مظلوم، وبيقول لك عايز اعادة تصحيح. يا ابني لو عملت اعادة تصحيح هيدي لك زيرو سكور. يعني ما تعملش اعاده تصحيح، اعاده تصحيح ايه؟ احمد ربنا انت ما تستاهلش اصلا ال 450 اللي انت جايبهم دول، ده مديهم لك من عنده كرامه كده، يعني ايه محبه، رمضان كريم بقى وبتاع وكده. ها؟ انت تستاهل ان انت تحول اصلا من الامريكان، لانك داخل سيستم ولا انت ولا يور بيرنتس فاهمين عنه حاجه اساسا. وده ولا ده طالع من الامتحان مبسوط، طالع من الامتحان مبسوط، يبقى هو الولد اصلا اينشتاين. فاهم انت ازاي؟ بيل جيتس داخل الامتحان. ها؟ يا جماعه حرام. انا على فكره متضايق من الطريقه اللي انا بتكلم بيها، ويمكن ده اول فيديو اتكلم فيه بالطريقه دي، بس الموضوع تو ماتش يا جماعه، يعني او 3 ماتش كمان مش تو ماتش بس. حرام حرام، انت داخل سيستم تتمنظر يعني امريكان بقى وبتاع وكده، ماشي يا عم كمل المنظره وتعلم السيستم، لكن انت مش عارف اي حاجه عن السيستم اصلا. انت واخد داخل امريكان بنفسيه ناشونال او بنفسيه اي جي او بنفسيه مش عارف ايه. افهم يعني ايه امتحان امريكان. امتحان امريكان ده امتحان قدرات ذهنيه، ماتش شطرنج، اشتغالات، ها، مقالب، مقالب عندنا في الامتحان، مقالب. ها؟ شيطان رجيم هو اللي بيحط الامتحان، عفريت ثعلب. ها؟ فانت لازم تبقى ثعلب زيه، فانت ما ينفعش تبقى انت ايه ارنب او انت دجاجه او انت مش عارف ايه. ها؟ فضلا عن حاجات تانية يعني مش صح ان احنا نقولها، وتيجي بقى تقول لي يا سلام انا حليت الامتحان، طب الف مبروك يا حبيبي، ايه ده انا اتظلمت، اعمل تصحيح اعاده تصحيح، بلاش بلاش. حلو، احمد ربنا، احمد ربنا ان هي جت على ايه 450. لازم تفهم يا ابن الحلال، لازم تفهم ان انت انضحك عليك، اتمقلبت في الامتحان، انت مش متعود على الاشتغالات، مش متعود على ان حد يضحك عليك في امتحان. فاهم انت ازاي؟ فدخلت اتضحك عليك، انضحك عليك، اتمسح بيك الارض. طيب الناس التانية بقى اللي هو يعني هو طالع بالامتحان وهو عارف ان هو ما محلش وسكوراته قليله جدا، وسكوراته دايما يا 500 يا اقل، تمام، ده ايه مشكلته؟ بص يا جميل، ومحاوله واثنين وثلاثه، انت مشكلتك حاجه من ثلاثه، يا اما انت ما تاسستش اصلا. كتير من الطلبه يجوا يقولوا لي انا رحت عند سين من المدرسين او سين من السناتر او سين مش عارف ايه، المدرس قال لي يلا طلع الامتحان يلا نحل الامتحان كده. ده بالظبط زي واحد رايح يتعلم السباحه قام المدرب خده رماه في البحر، يلا يا عم عيش حياتك، يا تموت يا تعيش، مش قصه يعني، عندنا منه كتير، عارف انت الفكره دي؟ ها، ده كلام فارغ طبعا. المفروض تتاسس. يعني ايه تتاسس؟ يعني تاخد كل سؤال، كل سؤال، كل نوعية أسئلة تتدرب عليها على حدة لوحدها، تتدرب على الباص لوحده، على الشوط لوحده، على الجري في المساحات الفاضية لوحدها، على البلانتيات لوحدها، على الفاولات لوحدها، على الدفاع، كل مهارة من مهارات الامتحان تتمرن عليها لوحدها، وبعد كده تعمل تقسيمة خماسية، وبعد كده لغاية ما إيه، لغاية ما توصل إن أنت بقى تحل الامتحان. يعني أنت الموضوع ده انت بتتكلم مثلا في حوالي 3 شهور، وبعد كده تبدا بقى في اللي انت بتعمله ده، تبدا تحل امتحان. فممكن تكون انت يا اما ما تاسستش، ده الاحتمال الاولاني، يا اما تاسست غلط. تمام، اللي بيتاسس عند حد بيعلم باسلوب الهاكس
المدرس بتاعك بيقول لك لما تشوفها كذا اختار كذا، لما تجي لك الاجابه لما تلاقي الكلمه اللي في الباسج نيجاتيف اختار الاجابه النيجاتيف، بوزيتيف بوزيتيف، ديليت صح، هاويفر غلط، تربت تت 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 تو، كلام العك ده. اعرف ان انت ما تاسستش اصلا، يعني انت جبت شويه رمل وحطيتهم في حفرت المكان البيت اللي انت هتبنيه، وجبت شويه رمل وزلط عملت اساس، الله عليك ما شاء الله، ومليت ده مش اساس ولا اي حاجه. البيت ده لو جه شويه هوا مش زلزال، هوا هيوقعوه، ويقول لك الولد بقاله سنه ماليش دعوه بقى سنه، انت ماشي غلط، انت ماشي عكس الاتجاه اصلا، لف وارجع تاني. اوكي، فده الاحتمال الاولاني ان انت ما تاسستش. الاحتمال التاني، وده احتمال كبير جدا، انت مستواك ضعيف في القرايه، مستواك ضعيف في القرايه. اوكي، يعني احنا مثلا في الامتحان بتاعنا سات اكت اي سي تي، ها انا افترض ان احنا في ليفل 12، انت في ليفل 7 مثلا. احنا الطالب اللي كده، الطالب اللي المستوى ضعيف في القرايه عامل زي ايه؟ عامل زي واحد نازل يلعب ماتش كوره وهو مشلول. يعني مهما اتعلمت، مهما اتفرجت على ماتشات وشفت ميسي بيرقص ازاي وبيلعب ازاي ومبابي بيعمل ايه وكل اتفرجت على من ايام بيليه وحفظت الحركات، مش هتعرف تنفذ حاجه لانك مشلول. تمام، واحد داخل مسابقه رمايه وهو كفيف، الغريب بقى ان هو مستني تيجي، يعني فاهم انت ازاي؟ ها مستني وزعلان، يا سلام عليك، ده بجاحه والله، والله بجاحه. انت كنت مستني ان انت ايه؟ تجيب سكور، وانت ما بتعرفش تقرا، يعني الامتحان بتاعنا الريدنج بنقراه والرايتنج بنقراه برضه. يعني احنا ما بنكتبش في الامتحان خالص على فكره. احنا بنقرا الرايتنج، الرايتنج امتحان الكتابه احنا بنقراه. انت معايا؟ فامتحان ريدنج بتاعه بنقراه والرايتنج بتاعه بنقراه، والزبون ما بيعرفش يقرا. طيب ماشي خلاص، يبقى انت داخل الامتحان تهجس. لا، ده انا داخل اجيب سكور، ولو ما جبتش سكور هزعل. ده انت بجح بقى، ها بيقولوا انا الحرامي، ده انت بجح، فاهم انت ازاي؟ انا الحرامي، ده انت بجح قوي، فاهم؟ فده الاحتمال التاني. طبعا يعني موضوع بقى نعمل ايه عشان نعالج ده ونعمل ايه عشان نعالج ده موجود في فيديوهات تانية. يعني انا مثلا في فيديو عندي في القناة اسمه ريد ووركس، ده لو انت مستواك بعد الحروف، يعني انت لو مستواك اي بي سي، لو بتخش باسجات الريدنج تشوف هيروغليفي مش فاهم ولا كلمة. الفيديو ده لو عملت الخطة اللي فيه هتوصل للمستوى الايه؟ هتوصل للمستوى المطلوب بإذن الله. تمام؟ يبقى أول حاجة إنك مش متأسس أو متأسس غلط، تاني حاجة ما بتعرفش تقرأ، تالت حاجة اللي إحنا لسه متكلمين عليها إن أنت يا إما بتاع هاكس يا إما واخد هاكس، أو هي في الحقيقة يعني آسف في اللفظ يعني هاكس مش هاكس ولا حاجة، ها؟ يا إما أنت مش فاهم طبيعة الامتحان، داخل تقول إن الامتحان أنا حافظ القواعد اللغة الإنجليزية مظبوط وداخل فاهم يعني انجليزي، خلي الانجليزي ينفعك حبيبي، انجليزي ايه؟ انجليزي ايه؟ الراجل ده عايز يختبر دماغك شغاله ولا مش شغاله؟ بتفهم ولا بتفهم؟ فاهم ولا حافظ زي ما بيقولوا؟ فاهم؟ فانت داخل ماتش شطرنج وقبل ماتش الشطرنج بقالك 3 شهور بتروح الجيم. تلعب بقى التراي والباي ومظبط اللي مش عارف ايه وباك انت مالك يا بابا؟ عايز ايه؟ انت ايه علاقتك باللي احنا هنعمله؟ ايه علاقتك بالامتحان؟ ده امتحان، ده شطرنج، ماتش شطرنج. انت بتروح الجيم ليه؟ فاهم انت ازاي؟ انت في حته واحنا في حته تانيه خالص. ماشي؟ سامحوني والله، انا خايف عليكم وانتوا صعبانين، يعني انا عارف ان انا انفعلت كتير في الفيديو ده، بس الموضوع فوق تحمل، فوق طاقة البشر انه يتحملوا المغالطات المنطقية. انتوا يا جماعة بتجيبوا المنطق كده وبتقولوه بتسحلوه. تمام، الاب والام اللي بيقعدوا يصوتوا على الجروبات واللي اتظلمنا واتعملنا، انتوا بتبهدلوا ولادكم.
الطالب اللي مش فاهم الامتحان، ولا بابا فاهم الامتحان، ولا مامته فاهمه الامتحان، وبيروح لمدرس مش فاهم طبيعه الامتحان، طالب ما بيتدربش على القرايه وبيخش امتحان مستواه عالي جدا في الريدنج وفي القرايه، ومستني بتجيبه المنطق بتولعه فيه، وبعد ما تولعه فيه بتاخدوا الرماد بتاع المنطق ده تطحنوه وتدوسوه برجليكو. فالواحد تأسس صح، علي مستواك في القراية، شغل مخك، وبلاش شغل الكفتة بتاع الهاكس، واحد لما تشوف كذا اعمل كذا، تمام. وإن شاء الله نعمل فيديوهات تانية تكون أهدى، نتكلم بقى إيه خطة عملية، إيه اللي المفروض إن أنت تعمله عشان تجيب سكور. سامحوني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.